مكان إنش أي والله نفسه تصدق ما تغير. هذا تذكرون قبل يومين صورت لكم قلت كان عمري 18 سنة كذي موظف كاشير. هذا هذا هذه الكابينة اللي كنت قاعد فيها تصدقوا ما تغيرت نفسها. هذه وهذه واللي هناك. الله الكلام هذا قبل قريب 19 سنة أو 18 سنة. شلون الكونتينر شلون يقضبه من فوق من هني الاطراف. شوف 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 خلاص مجرد ما يقضبه يشيله. مع العلم ان تقريبا فوق 25 طن. بكل بساطة متعودين خلاص يجي ينزل يتوكل على الله. خلاص الحين افتح طبعا الحين اللي بعده بهذا الشكل يتم تحميل آلاف الكونتينرات يوميا الى البواخر وانزالهم من البواخر. شوف حتى هناك نفس الطريقة هذه نزل. فكرة الكونتينر لو تبحث بس فكرة الكونتينر قياساته وطريقته وشلون فكروا فيه ترى قفزة في عالم الصادرات والواردات. انه يعني مثل ما تقول قياس واحد حجم واحد بالعالم كله. طبعا هو حجمين بس قصدي فكرة واحدة طريقة واحدة بالعالم كله في كل موانئ العالم يتم نقل البضائع فيها. والله قاعد ارتب فكرة جميلة جدا. انا ماني قادر اسولف لكم عنها بكامل تفاصيلها لما يتم اعتمادها لكن باذن الله حملة جماعية فكرتها جميلة ومفيدة جدا واجرها ان شاء الله عظيم ويشمل الكل. فمساء صورنا ان شاء الله اذا ربي يسر وتبلورت الفكرة كاملة وتمت يعني خلينا نقول كامل الموافقات وكل الامور نقترحها لكم إن شاء الله وعسى الله سبحانه وتعالى يجعلنا كلنا شركاء بهالعمل الكبير. دعواتكم. فندق الجميرة بشوف معرض برد حيل مو شوي. احنا لابسين صيف برد الجو والحبيب. ما تربشت إن شاء الله. أنا شتيت قبل يومين ترى وتحسفت طقت بريك والله. أنا لما يديش رسمي عشان ما طق بريك شتيت ذاك اليوم وتحسفت ولبست شتوي وبعدين حر شكليا احلى. لا ولا وزرت لي مكان ما في تكييف. الله يبق حرام الف. بعدين حيوي قلت صيفي. المهم الحين برد والحبيب وين مشوارنا الحين؟ الوفره. حياكم الى الوفره. الوفره وصيفي بس اهم شيء انا الجاكيت معي. ما شاء الله في ناس متخصصه. هذا ما شاء الله تبارك الله. توني التقيت باخوي داخل متخصص بالنيسان الكلاسيك يمكن من قريب ما يبين بس شوف الله يبارك لك ويزيدك يا حبيبنا. الله يبارك لك. الحين ابو عايد الجمس نبي شنو خطة المستقبليه الحين؟ الحين نبي نشوف اول شيء نشوف الصوره اللي مال اللي لا الحين نقول الحين خلاص دام ان تصليح امره سهل بكره اموره تمام. الكرسي الخلفي لا نبي فكره الكرسي الخلفي. نبي نشيل الكرسي الخلفي. الكرسي الخلفي ليش؟ وتصير طال عمرك مثل السرير حديد داخل على جنب وجنب ينحط تانكي وراء ملوتك الكراسي. يا سلام صفة الكراسي ويصير طال عمرك سريرك من فرش ما هذا سليب باك ايه والمبخر الالي. الله اكبر المبخر الالي اجل اليكسا يا اليكسا دقي سلف. ها شفت اللي راح له ابو عبد الرحمن اللي راح له وسواله هذا اللي هذا يحط لك نظام اليكسا يركب بالهذا يركب والله يركب زين توائر. انا قلت توائر زين يا باي والله زين ماكسس ابو ماكسس اللي هو اللي مثل اسمه والله زين ابو عايد. لا يا انا مش شبي فيها انا شني راكب كرول انا نعم والله العظيم
حتى العوائل هذه لازم تنشال. تكايه تكايه اللي داخل تكايه سهل الله يجزاك خير. بس الدواسات اللي علي من عيسى ترى بالعكس هو يعني طابع كذي. لا والله العظيم يا حبيبي محمد انت الشباب هذا الاسطوره الحين الجيمس هو اصلا يوم كان ايام العوائل ابو عجمي مو ترك هذا ارض دواسات يو اضلوعك تعورك كنت صاعد اصلا تابعين عجمان اسالكم بالله يصير موتر سوبرمان لونه حمر وخط في دواسه دواسات والله ما فيها شيء يا تواير اي تواير كرولا حرام عليك خليت تكرل خط علي ابو عايد اللي تقول انت والله يصير تم والله يا تم تم يطربك حلو مش في شك مانا واحد شنو بزوزي حرام عليك الله. ها وشرط انه نجدد من اي صح الحين الحين الجزوز اللي فيه مو تمام لا جزوز كرولا اذا ما سقط يا قالك برا 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 اقسم بالله يا محمد هذا طال عمرك هذه خطة ابو عايد للتطوير او الابجريد الحين مو الايفون ينزل فيه اي او اس جديد ابديت ابو عايد يقول الجيمس عندك راح يبقى قديم بس راح اسوي له تطوير ابجريد يلا حيا يا هلا يا هلا يا هلا اهلا اهلا مرحبا مرحبا هذا الحين يعطيكم سوالف سوالف السيارات كلها هني بالملي ويشتغل بيده ترى اي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ترى يسوي لك هذه المثلثات وعليكم السلام اي سنه هذا اي سنه بال 2008 او جديد يعني مو قديم احداث اللي صارت في سوريا السنه هذه حقي شنو احداث سوريا ب 2011 12 2008 ما افكر 2008 يا اخر تقصد الاحداث الربيع العربي والسوالف هذه كلها 2011 و12 المهم مالك بالطويله قول لنا قصتك شريت ب 2008 شنو شريت جيمس حلو جديد ماشي 145 حلو 145 الف جديد زين وكاله عندي على النوعيه وال حلو المهم بتودي امك الحج قالت امي بحج قلت والله الحج وناخذ طال عمرك الحين بحج جمي رحت حق السكراب وخذيت مراوح مالت بيجو البيجو تدفع من برا حلو اي ما تصير من داخل تدفع حلو عقد واخذ سنتين واحط الهواير 15 متر مروحه بس ولا مراوح سنتين شنو حقه؟ انا حاج ابي يبرد على موتري بالزحمه حلو المراوح البيجو وليه وقفنا في عرفة سحبتها وحطيتها على كرسي وقام تسوي على امك والله والله مراوح السيارة نفسها مراوح السيارة اخوانك سموه ماكس المجنون يعني انت لو وقفت وطلعت مراوح السيارة يا ولد السعوديين يطالعون شلون رابط المراوح برا بالشبك برا السيارة يقول انت ايش تبي تسوي؟ قلت هذا حق الحلو وحاطي ترى ماكينه هوندا فوق بالسله فوق عشان بس الترين لا حق الثلاجه عندي حق انا ثلاجه ماكينه هوندا مثل روبن نفس روبن والله العظيم انا قاعد اقول حق ابو عايد الحين الجيمس زين اذا ضبطناه واموره تمام هل نسافر عليه يعني سفره ما اخاف يقول شيء اكثر موت قطع خيار إيه؟ شفت مثل القبور بالهجر اي واحد ادري اجل ادري اسمع ادري خيار من اللي واقف عند باب ادري له قطع غيار بس حرق سفرتك ابو عايد انت فوق السطحات بنزين يشرب اما اذا اقول لك نبي نسوي فيه الاكشن هذا لا راح يصير ونشيل الكشن الخلفي المدينة على خبرك غلط عليه ما شاء الله تبارك الرحمن فكرة حلوة حق تخزين الحطب أولا ثانيا كشكل أنا قاعد أفكر فيها مو كذي أفكر فيها أكبر عندي بالمزرعة طوفة كاملة ممكن كلها تصير كذي بالكامل وبدال الحطب بدال أقطه بالمخزن يصير شكل وشوف عينك طبعا هذا دفوة لاحظ الحمار لاحظ الحمار اللي بالخشب بيلك كثافة الخشب وقوته وإذا زادت كثافته
شبته نفسها ما يتحول الى رماد بسرعه، لا يتحول الى جمر. هذه فكره حلوه، بس طبعا مو بالقياس هذا. تخيلوا اكبر كذي وعب لفوق. شوف هذا ما شاء الله دفوه، هذا اللي اقصده. شوف 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 يتحول الى جمر، مو على طول رماد. ابدعت فيه صراحه، طبخه عالميه. اي والله، لا مو بس كذي، قاعد افكر. اسمع، قاعد اقول انا اول والله العظيم العام كنت قوي. شنو الحين ما قاوم الاكل العام؟ شلون كنت اقاوم؟ طاير ضعيف والله العام ضعيف. الحين انا صراحه اقول حق نفسي، الحين سنه طافت والله اني كنت قوي. ترى اللي يحرم نفسه من الاكل هذا لا هي يبي لها بدايه، ما ادري شلون تسوي بدايه بعدين. الحين وين بدايتك بالنسبه لي؟ الحين النهايه، انا واصل النهايه. متى مولع صراحه؟ والله قبل تجون احنا جينا يعني على المغرب، الحين الساعه 9:30 يا جماعه بالليل. هذا فحم دفوه، وهذا حطب دفوه. ترى احنا هنا على قولتهم بين ارض وجمهوره. شوف هذا الحطب، هذا الحطب فوق، وهذا الفحم يجي كراتين كذي. شوف هذا اللي اقصده لما اقول لك كثافته عاليه. شوف حمر من داخل، شوف الحمر هذا. طبعا اقرب ما له يعتبر، يمكن اهل الحطب يعرفون، القرض. هذه يعتبر اشجار قرض من افريقيا. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف هذا كله الفحم، وهذا الحطب. شوف الكميه ايش كبرها تبارك الرحمن. يا عسى ربي يبارك له ويزيدنا. الله يبارك له، ما شاء الله ما شاء الله. فوق الله يبارك له، ما شاء الله. هذه الربطة الحين يعتبر، هذا 10 كيلو الحين، هذه الوحدة 10 كيلو. الحبيب بيسوي عرض على حطب دفوة. العرض حق منه؟ حق اللي يبي 10 ربطات، 20 ربطة، 100 ربطة، راح يفيده. ليش؟ لأن الحين هذه الوحدة بثلاث دنانير ونص. الربطة هذه 10 كيلو، ثلاث دنانير ونص. إذا شريت 3 دنانير ونص اضربها بعشرة، إذا شريت 10 بيطلع 35 دينار، والتوصيل عنده 3 دنانير يعني 38 دينار. بدال 38 دينار العشر ربطات وأكثر، تشري 10 20 دوبلهم كيفك. العشر ربطات بيصيرون 30 دينار شامل التوصيل إلى باب بيتك أو مزرعة نفس الطريقة. الوفرة العبدلي، وفرة عبدلي كل مكان. 30 دينار العشر ربطات. الطن يعني بدل لا تشتري الطن يعني 100 ربطة، بدل لا تشتري ب 350 دينار بيكون ب 300 دينار بس. شوف هذا بعد ما افتحه، شوف شلون الحطب حمر وفعلا وزنه ثقيل. انا يا جماعة اللهم لك الحمد يعني 6 سنوات بالمزرعة، فعلا كل سنة نجربنا انواع الحطب، والله بدون مبالغة فعلا من افضل انواع الحطب، من ناحية انه في شعلة، في لهب. 2 ما يتحول الى رماد مباشرة، لا يبقى بالنهاية جمر ودافي. هذا القرض على قولته، وهذه الشدة الواحدة ما شاء الله. حتى التعبئة مثل ما تشوفون داخل هالنايلون، هذا الحطب كله من داخل ما شاء الله حمر. والله يا جماعة بدون مبالغ، أنا جربت أنواع الحطب، يعني خصوصا الحطب اللي يجي فاتح مباشرة يتحول إلى رماد. غير كذي يمكن تلاحظون يطير يطاير الرماد، يصير مثل كأنك لينكسات طايرة بالمكان. بس شنو هذاك في ميزة، هذاك بسرعة يولع وكله لهب نار. هذاك خلينا نقول لونه فاتح الأبيض. أما هني نعم ممكن بالبداية يطول على ما يولع، لكن إذا ولع جمر. اما الفحم يقول بس انا اصلا ما عندي كميه كبيره، بس هذه شوف كميه، تخيل ما هو عنده اصلا ما شاء الله ينزل سوقه وغيرها. فيقول بس انا لو بسوي خصم ما عندي كميه كبيره، يعني ما اقدر اخذ راحتي حيل بالخصم. 1 2 هذا الفحم صراحه هو غالي، هو الستاندر العالي، يعني في بالسوق ارخص حيل، في غالي. هذا النوع الفحم اللي هو الفيتنامي
يعتبر من اغلى الانواع. ليش؟ لانه من اقوى انواع الفحم المصنع، اقوى انواع الفحم المصنع. جربه وجرب غيره وحطه بنفس الدوله ولا فعلا الستاندر عالي. نعم يطول على ما يولع، ترى يمكن يبي له فوق العشر دقائق نار مباشره عليه، او تحطه على فحم مثلا، فحم تحط على فحم نعم. بس اذا ولع واحد وهج حراره، شوف عندك حتى مكتوب هنا يقول من كثر ما انا واثق انا كاتبها. خلينا ندور لكم واحده بالعربي هنا، وين كل هذا؟ ها يقولك يدوم 6 ساعات كاتبها، يعني هو يقولك يقول حجني عليها 6 ساعات حراره عاليه بدون دخان، وهذا السبب يمكن اللي هو يتاخر على ما يولع، لانه ما في مواد تساعد على الاشتعال، يسمونه براده حطب او براده خشب من مصنع. يقولك بدون دخان بدون شرار بدون رائحة، لأنه بدون مواد، صديق البيئة، وفي قفازات داخل، في دسوس داخل عشان توزع بيدك. هذا مسوي عليه عرض، بس عرض يعني أقول لكم صراحة 10 كراتين كانوا ب32 دينار، راح تأخذهم الخمسة ولا الخمسة آسف، الخمسة كانوا ب32 دينار ونص بعد صاروا ب28 دينار. هذا هو. بس هذا شفت الفحم المصنع كله، هذا يعتبر اعلى ستاندر. هذه القفازات اللي اقول لكم هنا، هذه حلوه تسوس صغيره موجوده، نايلون حق اللي مثلا تبي تمسك تحط بيدك. ايوه شيء بسيط، استخدام مره واحده، استخدام مره واحده. اشترى واشتر غيره والعب دوه واحده وبعدها تعرف الفرق. ايوه هذول الحين سووا 10 يا جماعه، العشرة هذولي قبل ب38 دينار مع التوصيل، الحين مع التوصيل ب30 دينار. اللي يبي حطب جوده عاليه، اللي يبي فحم جوده عاليه. نعم في ارخص بالسوق، انا اقول لك اذا تبي ارخص فعلا ترى بالسوق في انواع ثانيه ارخص، بس قارن بالجوده وتعرف. هذا اللي هو اقصده. شوف الحين يا جماعه للوهله الاولى تشوف هذا مو كانه فحم، لكن هذا ترى على فكره كله حطب، تبارك الرحمن، حطب متجمر على قولتهم، حطب جمر. ها اللي يشوفه الحين امانه يا جماعه، مو تقول كانه فحم افريقي، هذا اللي انا اقصده، يتحول الى جمر، مو بودره على طول، مو رماد. 80 قاعد اتكلم منه بعد سوبرمان. شو سوبرمان؟ ها ابويا شوف عليه دواسات، شوف شوف يا ولد، شوف ابو عايد يبي هاي هالشوف، شوف هذا التواير، شفتين هذه شنو طالحه؟ هذه التواير شنو؟ هذا اللي اقول لك انا بيهم. تم نفس ال تم بس شو اسمه هذا ولا كرولا؟ حرام عليك والله. زين بس الحين هذه الدواسات احلى ولا شغله ثانيه؟ ورنا الحين بطلع لك احنا مقطع هي الحين هو راكب عليه دواسات حلوه. ها ها كهلا، هذا موتورك راح يصير نفس هذا الطبخه الاصل. شوف انا ادري اذا بتشيل دواسات يا ولد، حط الدواسات، حط الدواسات، ما فيها شيء. هذه حلو درب الميدي عائله. اي والله اي عائله عائله، انا محمد عائله، ترى موتر عائله، محمد عائله، انا موتر عائله، انا بالعكس انا موتري وعائله، مو ما قصدي شبابي يعني. لا 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 بوريك ابيك تطر بنت. شوف التواير انا ايدك، مع اني مو محايل مقتنع، بس حاضر ابشر. لا ابي اطلع لك الحمر، انا بخليك تدوخ. اي والله يا محمد وارد، ان ها هذا وارد البد، وها هذا الاصل يا. زين يا اخي، كل السيارات اول، كل السيارات راكبه عليها دواسات. شوف يا حلوه والله يا ابو علي، شوف هذا في دواسات، هذا في دواسات. طالع الجمر والله. زين انت حاط دوبك ودوب الدواسات، ابى اشيلها. باي كيفك؟ انا استسلم، انا ما اقدر والله. ان شاء الله باذن الله لتواجه. هذا ترى نفس موترك، شوف حتى القيطان محمد، شوفه هذا هو. شوف بدون دواسه طالع حلو، ما ادري بس صعب الركوب له. بالله عليك خلنا شلون نفك هذا. ما في، انا قال بينتهي. لا خل هذا السوق التركي، لا انا اكلمك تاريخ جديد، عارف شلون نشتري شغلنا جديد؟ ما في يا ولد. الفستق كم تشتري؟ الايران 6 دنانير 6.5 7. انا اشتري 4 دنانير كلها. هذا هلال، هو سوق كبير وعظيم، محلات هلال وامانه، هو شو اسمه
محلات صغيرة. إيه. جمعية ما تدري عنها. والله العظيم الإيرانيين يأخذونه بالباقية ويبيعون لك إياه بالكيلوات. يأخذونه بدينار ونص ويبيعك إياه. الربع كيلو والنص كيلو. وايد وايد قاعد تعب نفسك واخرتها الابداح يوصل يطلب من طلبات مارت. تدري وين اشتري؟ يوريك. ورنا ورنا. ساعة يقول لي ابي كرتون طماط بكم تشتري؟ ايه. كرتون الطماط من جمعية. فستق ايراني مالح. كم قلت؟ انا اقول لك بربع دنانير. 250 جرام تدري بكم شاريه؟ كم؟ دينارين. يعني انت لازم تعطيني الجولة هذه مالتك. لازم. يعني انت اوفر مني باربع مرات. الربيان المجفف كم تاخذ؟ ما اشتري ربيان. ضعي الابداع عمره ما شرى ربيان مجفف. لا انت اوريك اوريك ثلاثة ثانية. خلني خلني الله يكرمك كياس الزبالة. كياس الزبالة؟ اللي هو اعتقد 100 سوق سوق بس تقوى بطل يملاتي. 85 ما شاء الله والله على قدم وساق شغل ليل نهار. هذا يا جماعه في مدينه جابر الاحمد الافنيوز مال جابر الاحمد له اسم نسيته والله تعوني قبل كم يوم قالوا اسمه نسيت المهم ان هذا متوقع انه يفتح يتم افتتاح السنه القادمه مجمع كامل في مدينه جابر الاحمد مقابل امغره هذا جسر امغره ما شاء الله تبارك الرحمن الماجد للعود واحدة ترى من الأسماء القديمة جدا والعريقة في مو بس بالخليج خلينا نقول شبه الجزيرة العربية الماجد للعود من الأسماء القديمة في عالم العود والطيب والبخور الماجد عندهم أفرع طبعا بالسعودية أكيد في مختلف مناطق السعودية في الكويت ما شاء الله أكثر من فرع الفترة هذه مشاركين في معرض الحزم في قطر وكذلك بالإمارات وبعمان وبالبحرين مختلف دول الخليج الماجد حاليا سواء بالموقع الإلكتروني والحلو بموقعهم الإلكتروني تدخل تغير العملة من أي دولة بالعالم تقدر تشتري سلعهم أصلا أسعارها جدا حلوة والصدمة كل شيء حاليا موجود في الماجد للعود نصف السعر في بعض المنتجات أصلا سعرها مثلا خلينا نقول بالكويتي 6 دنانير ممكن تاخذها حاليا ب3 دنانير يعني اساسا سعرهم حلو واليوم والفتره هذه 50% طايح سعرهم هذا شغل الماجد والفتره هذه فعلا اذا بخاطرك شيء من الماجد العود هذا وقته سواء بالموقع او اهل قطر ممكن يمرونهم في الحزم او مختلف المولات والاسواق بالخليج كله راح تلقون محلات الماجد للعود